طيب اتكلمنا قبل الفاصل عن مباراة الهلال ومدى أهميتها والتشكيل المتوقع وكل هذه الأمور، لكن أنا عايز أتكلم عن شكوى النادي الأهلي للفيفا بخصوص الحكام، وبعد الشكل السيء والمتدني لحكم مباراة الأهلي والنجم الساحلي جوشوا بوندو، شايف الخطوات دي إزاي ومدى أهميتها بالنسبة للنادي الأهلي؟ بص يا أمير، يعني إحنا متفقين خالص إن حكم جوشوا بوندو حكم البتسواني لمباراة الأهلي والنجم الساحلي ظلم النادي الأهلي في المباراة. ظلم النادي الأهلي مش في أخطاء، يعني ممكن أخطاء كارثية، بس لا، هي أخطاء ادت لان ممكن النتيجه تتغير. يعني طرد مدافع في الدقيقه 12 في مباراه بالزبط مهمه زي كده، اعتقد كان لازم يبقى يعني طرد في حاله ان انت مثلا لعيب تعمد ايذاء او لعيب عمل مشكله كبيره جدا في الملعب. لكن ايمن اشرف اصلا اللاعب اللي هو ياسين الشخاوي اعتقد كان ما لمس الكوره، يعني الكوره كانت فوق، طب ممكن الكوره كانت تروح لحارس، ممكن الكوره كانت تطلع، ممكن حتى بالزبط ممكن يسوق كانت رايحه للشناوي والله بالظبط بالظبط، ممكن حتى ممكن يعني ما يستلمهاش صح. لكن هو ما فيش لمس، يعني اللمسه حتى ما تديش طرد، يعني انت حتى لو عايز تحسبها ممكن تدي انذار، لكن حته انك تطرد لاعب في الدقيقه 12 في فريق زي النادي الاهلي اعتقد برده كانت صعبه، او حتى اي فريق. فقصه التصعيد للجنه الاخلاق في الاتحاد الدولي اعتقد كان لابد على النادي الاهلي انه يتخذ القرار ده في الفتره الحاليه، عشان حتى مشواره طول البطوله. يعني انت مشوارك طول البطوله اكيد هتقابلك مباريات كتيره، مباريات صعبه، مباريات مهمه، انت محتاج ان لعيبتك بس تلعب كوره، مش محتاج انها تركز كمان في التحكيم. لكن انا اكتر شيء كان بيخليني افكر خلال مباراه النجم الساحلي هو قصه التعامل اللاعبين في الملعب مع بعض، الحكم مش حاسم فيها. يعني جوشو بوندو ما كانش حاسم في الامور دي، يعني في بدايه المباراه اللاعب رقم 12 زي حسين الشحات زقه، ممكن يعني حتى تعمل مشكله للاعب في رميه، خلاص الكره تلعب بره بتاعت السلية بالظبط، وكان ممكن كمان يبقى في شك ان النادي الاهلي ضربه جزاء في منطقه الجزاء بالظبط بتاع حسين الشحات بالظبط في لمسه يد او بتاع. لكن المباراه برمتها كلها انا عندي وجهه نظر فيها ان هي كانت مفيده جدا للنادي الاهلي من ناحية ان فايلر شاف اجواء مهمه جدا ان هو يشوفها في اول مشوار الاهلي في البطوله. يعني انت لو تبص انك تتعرض لظلم تحكيمي، وتتعرض ان يدخل فيك جول، وتتعرض انك انت بتلعب في رادس وسط جمهور، موضوع الظلم التحكيمي ده هيتعامل معاه ازاي مستر فايلر؟ يعني بالظبط، لا ان انت تشوفه، يعني انت ده في افريقيا متاح انك تشوفه، لكن الاهلي بيحاول سابقها في الموضوع ده في الحقيقه. انت الاهلي دلوقتي بيحاول ان هو يحد من الموضوع ده معاه. انت شفت انت البطوله اللي فاتت الاهلي والترجي، هشام محمد اتصاب قبل الماتش وتعور، اتخذ قرار الماتش الاولاني وليد ازارو واللي حصلت واللقطه مش عارف ايه، اتخذ قرار فورا، يعني فاهم القصه ماشيه ازاي، القرار على طول. فده شيء غريب جدا. وبعدين برضو الغريب ان جوشو بوندو كان حكم مباراه الاهلي وكان سبورتنج 28 سبتمبر في الاياف وبرج العرب. طب انت عملت المباراه دي، طب هو معلش الاتحاد الافريقي ولجنه الحكام ما فيش حكم غير جوشو بوندو؟ ما في حكام كتير جدا، ما فيش غير حكم ده. فاعتقد ان كان على لجنه الحكام تختار حكم ده، اصلا بقاله فتره عليه كلام كتير جدا. وبعدين مباراه زي مباراه الاهلي والنجم الساحلي، الناس لعبت قبل كده اثنين نهائي دوري ابطال افريقيا مع بعض، فريق بطل بثمان مرات بالزبط، وفريق بطل 2007 صح. اعتقد كانت محتاجه حكم من الحكام الكبار في افريقيا. يعني في مثلا حكم فيكتور جوميز جنوب افريقي حكم ممتاز، في حكام ممتاز كتير جدا، حكم ماتش ثاني يوم بالزبط على الرجاء والترجي بالظبط. فعندك حكام كانوا كويسين جدا انها تدير مباراه زي كده، مباراه بالحجم ده ما تديهاش لحكم، مش هقول ان هو متعمد انه يخطئ قدام الاهلي، انا ما دخلش نيته، بس انت دلوقتي لما بتدي الحكم برده مش كبير في افريقيا، مباراه زي الاهلي والنجم مش هيقدر يسيطر على نجوم زي نجوم الاهلي او زي نجوم النجم الساحلي. اعتقد مباراه كانت سيئه جدا من الحكم، مباراه الطرد اثر، لكن الاهلي كان واقف على رجله طول المباراه، الاهلي كان واقف طول ال 82 دقيقه او طول ال 80 دقيقه على رجله خلال اللقاء. كمان الوقت الضايع يا امير، يعني 3 دقائق وانت تغييرات اصلا، 5-6 تغييرات في الماتش، واصابات ولعيبه بتقع، وده طبيعي. يعني انا لو كسبان ممكن ما فيش مشكله، بس الحكم يشيل ده، يعني الحكم يشيل ان ده في الوقت الضايع. بمناسبه موضوع اللعيبه اللي بتقع، امبارح سمعت تصريح لاحمد حسام ميدو مدير فني لمصر المقص، قال ايه؟ قال انا هتكلم مع اداره المقصر ان انا لو في اي لعيب في الفرقه اللي بتنافسني في الملعب وقع هلعب عادي، مش هطلع الكره بره بالظبط، الا لو لا قدر الله اصابه خطيره في دماغه مثلا او حاجه، لكن لان هو بيواجه على حد كلامه يعني بيواجه مشكله كبيره، ان كل شويه لعيب يقع يمثل لي الكره تتقطع منه فيمثل ان هو مصاب فبيعطل اللعب. وانا شايف الموضوع ده، لا في ظاهره ثانيه كمان، لعيب مثلا ضيع جدا لو تنفذ بصراحه بالظبط، لا في كمان ظاهره ثانيه، لعيب مثلا ضيع كره خطر جدا وعايز يتعاد، انت فاهم قصدي ايه؟ يقع، طب ما خلاص اللعبه توقف ليه؟ الكره هتتعد. في حاجات كده غريبه بتحصل، بس الدوري الانجليزي اللي بتفرج عليه الناس كلها بتفرج دلوقتي على الدوريات الاوروبيه والدوري الانجليزي، الناس بالتحامات قويه جدا، بيقوم يلعب امبارح فان انهولت مطرود في اول 10 دقائق مع كريستال بالاس ضد برنوس، ليه؟
إزاء في إزاء، لكن هل أيمن أشرف أذى المهاجم؟ لا طبعا، هي الإزاء طرد مباشر، لكن أنت دلوقتي ممكن تدي فرصة، أنت في دقيقة 10 فطبيعي جدا لعيب يلمس لعيبة، يعني فاهم يا أمير؟ عادي جدا في لمس بيحصل في الملعب، ما أنت في وسط الملعب بيحصل لمسة قد كده، هل هتطرد؟ مش هتطرد، لكن أنت بتتكلم إن الكورة رايح انفراد، طب الكورة رايح انفراد، هل الكورة في حوزته؟ هي الكورة مش في حوزته. رأيك في تعامل الأهلي مع الموضوع ده؟ مميز، مميز إن أنت تضغط من دلوقتي بقرارات، أنت عايز قرارات، أنت عاوز إن أنت ما يحصلش معاك ظلم تاني، أنت مش بتطلب غير حقك. طبعا. أنت بتطالب بحقوقك، أنت بتطالب إن أنت يا جماعة أنا مش هتظلم بالشكل ده، وبعدين النادي الأهلي لما يطلب لازم الاتحاد الافريقي ياخدها بعين الاعتبار. النادي الاهلي هو الافضل في افريقيا، هو الاكبر في افريقيا، 8 بطولات مش من فراغ، 8 بطولات مهمين، النادي هو الاكثر تتويجا، هو الاكثر تتويجا في البطولات الافريقيه. اعتقد ان النادي الاهلي، مش بقول نرديه يا جماعه، يعني هو انا بتكلم في نقطه ان لازم النادي الاهلي يتحط انه ما يشتكي في عين الاعتبار، زي الانديه كلها، زي الانديه اللي بتنافس كلها، زي الزمالك، زي الترجي، زي النجم، زي كله. لكن القصه ان تظلم نادي عشان بلعب بره او بلعب جوه، ما ينفعش ظلم، لازم نمشيها بشكل جوه، حتى لما نلعب جوه بالظبط. وبعدين لازم برضو الاتحاد الافريقي يفكر في تطبيق الفار. انت السنه اللي فاتت طبقته في النهائي، انت السنه اللي فاتت طبقته في النهائي، وبعدين احنا شايفين مثلا الدوريات الاوروبيه لما بتطبق الفار لا غيرت نتائج كتير، الفار غير نتائج كتير جدا. مباراه زي السيتي وليفربول في الدوري الانجليزي اتغيرت نتيجتها بالفار. لو كان الحكم في الملعب حسب مثلا ضربه جزاء ولا حسب جول ولا ولا ولا، لا حاجات كتير بتتغير. السنه اللي فاتت في تشامبيونز ليج ماتش توتنهام ومانشستر سيتي، جول في ستيرلينج في النهائي ولا من برناردو سيلفا، الحكم شافها انها راجعه من برناردو مش مدافع توتنهام، فخلاص لغى الجول، اتأهل توتنهام ما تأهلش للنهائي بالظبط. فاعتقد ان تطبيق الفار مهم جدا. انت حاولت تجربه، انت حاولت تجربه في ماتش النهائي قدام الاهلي والترجي ساعه مهدي عبيد، حاولت تطبقه في الماتش اللي بعديه السنه اللي بعدها بين الوداد والترجي، وشفنا حتى الترجي خد البطوله. ده دليل ان التحكيم يعني مش كويس، ان الترجي خد البطوله بقرار صح، ما خدهاش مره. ده مش ان الترجي والوداد كان بينهم حاجه، لا، بس قرار حكم خطا، ان الكوره كانت ممكن تبقى تسلل او مش تسلل، حصل الاعتراضات، وان الفار مش شغال لكن انت لو كنت كارثه اكبر لو احنا دخلنا الفار مش شغال. لا دي مشكله ثانيه، دي مشكله ثانيه خالص في التقنيه وحاجات كتير، بس الكاف يقدر ينظم الموضوع ده، ويقدر ان هو يجيب ماديات انه يطبق الفار. الانديه كلها بتبحث عن العداله، مفيش نادي عايز يتظلم ولا نادي عايز يظلم، لكن النادي الاهلي دور على حقوقه، عمل شكوى مميزه، عمل شكوى كويسه للاتحاد الدولي وبعت للاتحاد الافريقي صح. اعتقد ده شيء كويس، واعتقد ان ده هيفيد النادي الاهلي خلال الفتره الجايه كلها، طول البطوله، طول مسيرته في البطوله، ان هو ما يتظلمش بالشكل الفج ده زي ما كان النادي الاهلي عبر في بيان. شكل المنافسه على البطوله شايفها ازاي السنه دي؟ لا هي بطوله قويه السنه دي، كمان بطوله قويه جدا. انت لو بصيت على المجموعات، يعني مثلا مجموعه نادي الزمالك مازيمبي فريق قوي جدا، الزمالك هيبقى فريق ان شاء الله يعني يعود برده بشكل كويس، موجود برده في المجموعه عندك اوجوستو البريميرو السنه اللي فاتت كان منافس قوي جدا خرج قدام الترجي بصعوبه، زيسكو فريق جيد على طول، مجموعه برده بتاعه النادي الاهلي، الاهلي او النجم او الهلال او بلاتينيوم كلهم فرق كويسه. الاهلي كمان عايز يفوز بالبطوله، ودي رغبه كبيره جدا. الترجي كمان مجموعته قويه، وانه يفوز على الرجاء خارج ملعبه رادس، فاعتقد برده كده الترجي عامل فرقه كويسه السنه دي بالظبط، عاملين فرقه، يعني الناس ممكن تتخدع تقول لك البلايلي مشي ومش عارف مين كده، لا عاملين فرقه كويسه جدا بالظبط. وخلي بالك هو عندهم كمان مكان واحد في الفتره الجايه في يناير، هم بيفاوضوا لعيب جزائري، وهم بيفاوضوا كمان مهاجمين، يعني عندهم طريقه للقوه. سان داونز طبعا فريق كويس، ولعبنا السنه اللي فاتت وشفنا انه فريق كويس مع مدرب كويس بيتسو موسوماني. اعتقد ان البطوله السنه دي لا ليها شكل مختلف، حتى شباب القبائل رجع، يعني شباب القبائل الجزائريه فريق، يعني الكره الافريقيه كانت فقدته خلال السنوات اللي فاتت من حيث الاداء ومن حيث ان هو يتواجد في البطوله الافريقيه. لا بطوله دوري الابطال السنه دي قويه جدا، على عكس مثلا السنوات اللي فاتت كان في فتره من فترات الكونفدراليه، كان في الكونفدراليه فيها فرق قويه جدا برده زي دوري الابطال، لكن دوري الابطال السنه دي لا 16 فريق كويسين. اللي هيتاهل الثمانيه هيبقى دور قوي جدا في دور الثمانيه. اعتقد الاهلي منافس قوي جدا على البطوله، لانه عاوز يرجع البطوله بعد غياب سنوات من 2013 لحد دلوقتي. اعتقد ان النادي الاهلي في الفترة الجاية او نادي اي نادي عايز نفسه على دوري ابطال افريقيا محتاج تدعيمات قوية جدا صح. محتاج ان هو عنده نفس طويل، مش هياخدها غير صاحب النفس الطويل ان شاء الله باذن الله يكون الاهلي هو صاحب النفس الطويل. يا محمد انا بشكرك، نورتنا وشرفتنا، وفي الحقيقة من الصحفيين المجتهدين واللي عاملين شغل رائع، بشكرك. انا بشكرك جدا امير والله، ومبسوط جدا موجود على قناة النادي الاهلي. انا اسعد كل تأكيد. كان ضيفنا العزيز الاستاذ محمد جمال الناقد الرياضي، واتكلمنا معاه في بعض الامور الهامة جدا عن الساحة الرياضية، وبالتحديد فيما يتعلق بالنادي الاهلي ومشواره سواء المحلي او الافريقي. ونتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراة الهلال اللي هتكون بعد بكرة. على مدار اليوم النهارده ترقبوا قناة النادي الاهلي، لان هيبقى في بعض المفاجآت ومؤتمر صحفي داخل مقر النادي الاهلي بالجزيرة، والاعلان عن بعض المفاجآت الخاصة لجمهور النادي الاهلي. دي كانت حلقتنا من كلام في الميديا النهارده، استنونا حلقة جديدة بكرة اهم باذن الله تعالى. الى اللقاء.